الاهلي يفوز على الاسماعيلي والمشاكل تحاصر نادي الزمالك. شاهد كده خالد الغندور وبعدين نعلق على كلامه. اسمع الفيديو بتاع خالد الغندور. ان شاء الله مش هينزل زي الجماهير اللي راحت النهارده. ولاد العم بقى ولازم يطبل لهم. اكتر فريق قام بتفويت مباريات لنادي الزمالك. الزمالك لو بينافس على الهبوط ما كناش هنشوف خالد الغندور هيعيط بالطريقه دي. هاتوه ماتش الداخليه لا يفضلوا لا ينزلوا. النهارده ماهر محمد الجمهور وراه في ظهره هينزل. بس منظر خالد الغندور كده وجماهير الزمالك وجماهير الاسماعيلي بالحسره دي بيحسسنا احنا بالاريحيه. بيحسسنا بحاجه جميله بصراحه. نسمع كده يعني. خالد الغندور في الفيديو بيتكلم عن لعيبة النادي الاهلي واستفزازها لعيبة الاسماعيلي، وبيتكلم على جماهير النادي الاهلي وهي بتقول لك الاسماعيلي هينزل وبيقول لك لا مش هينزل. حضرتك كنت فين يوم ما كان الاهلي بيلعب في افريقيا وكانت جماهير الاسماعيلي معلقه يافطات وبتقول لك ممنوع دخول اي اهلاوي، ولما الاهلي خسر في نهائي افريقيا وزعوا حاجه ساقعه في الكافيتريات في الاسماعيليه. حضرتك كنت فين والجمهور ده كله بيهتف ضد النادي الاهلي في كل المباريات؟ ولكن النادي الاهلي جمهوره سداد في اي مكان، النادي الاهلي جمهوره يقدر يدعمه في اي مكان، واحنا مش محتاجين دعم من اي حد، واحنا مش هنشجع الاسماعيلي، احنا عايزين الاسماعيلي يهبط. انت دخلك ايه؟ كان الاهلي والاسماعيلي بيلعبوا بعض، داخل الزمالك ايه علشان خاطر يعمل الحوارات دي كلها؟ والزمالك يقول لك انا مش هلعب مباراه القمه الا لما يكون بحكام اجانب. اتمنى لما يجي حكام اجانب او حكام مصريين تكون موجود داخل استاد القاهره. احنا جبنا حكام اجانب قبل كده وانت قلت الاتوبيس عطل على كوبري اكتوبر. اتمنى تكون موجود، اتمنى تكون متواجد وتلعب مباراه القمه. ولكن انت مرتضى منصور مديك اوامر تعمل شويه مشاكل عشان على خاطر تعيشوا في نظريه المؤامره، نظريه المؤامره اللي انتوا هتفضلوا عايشين فيها كجمهور الزمالك او ضاحكين على جمهور الزمالك بنظريه المؤامره. انتوا ما انتوش طرف في المباراه ولا طرف في البطوله. النادي الاهلي بينافس على بطوله الدوري والاسماعيلي بينافس على